مصفف الشعر أنس البوشي، أهلا وسهلا فيك على موقع فوش. بشكل عام وأنت بألف خير. وأنت بخير، أهلا وسهلا فيك. هلا بداية يعني بنعرف إنه في تعاون يعني بيجمعك مع العديد من الفنانات والنجمات السوريات، خلينا نحكي بشكل عام عن هذا التعاون، كيف توصفه؟ تجربة كتير حلوة وسعيدة فيهم، وبنفس الوقت بتعطي شغل حلو معهم، ومن فنان لفنان شغل مختلف تماما، يعني الكاركتر تبعها، الشخصية تبعها، بتعطي شغلات ممكن كتير أنت تشتغل اكثر، يعني بثقه معهم اكثر. دائما بيصير في نقاشات وحوارات بينكم، يعني مثلا لما تكون تعملوا اي لوك بيصير هي النقاشات انه شو ممكن نعمل، كيف ممكن نضيف لمساتنا، هي الشيء بيصير معك، صار مع يعني حدا معين مع الفنانات؟ شيء اكيد طبعا، يعني بيصير في خلاف بهذا الموضوع، ممكن تجي حدا يقول لك عبالي شيء اعمل هيك، عبالي غمي، عبالي فتح، فانا ممكن هون حط رايي، يعني بالنهايه انا بعطي رأيي في الموضوع كيف، وبيبين بقى شو ممكن نحن نساوي، شو نعمل من لون لقصة لتغيير، شي نعمل تغيير جذري تام، وبنفس الوقت نحن نكون ضمن الطبيعة يعني بالشعر. بنشوف على السوشيال ميديا بتجمعك يعني علاقة صداقة مع العديد من الفنانين مثل كاريس وشكرا المرتجى ونزل الرواس وغيرهم، أكيد من الكتار، هي الصداقة قديه بتساعدك بشغلك يعني كأنس؟ بتساعدني كتير، احنا لو ما كنا يعني كلهم بوجه لهم تحيه اول، بتساعدني كتير لانه هي الشخصيتين هن بحد ذاتهم اذا ما بيكون في اتفاقيه وما بيكون في الاريحيه الاكبر ما فينا نعمل شيء. كتير بحبهم وكتير صحبه معهم، وكتير ممكن في اراء تكون مشتركه بالستايل الشعر بالحالات الطبيعيه، يعني احنا بنكون لازم نكون كتير منيح مع بعض ونفكر مع بعض بناحيه الشغل. يعني برأيك كمصفف شعر شو التسريحة المناسبة إذا بدنا نقول يعني للشكل اليومي، إنه بعيدا عن الإيفنتس بعيدا عن المناسبات؟ يعني أنا بقول شيء على طول، بقول للسيدة إنه الشيء اللي بيشبه حالها، شيء ضمن الطبيعي، شعرها يكون شعرها طبيعي، أنا بفضل هذا الشيء لأنه هاي الأنوثة بطبيعتها هي الحالة بحد ذاتها جمال. برأيك كمصفف شعر شو الشيء اللي بتنصح بعدم استخدامه ليضر الشعر إذا بدنا نقول بشكل عام؟ الاستخدام الشخصي اللي هو البيبي ليس، هاي أكبر مشكلة كتير عم تكون مع الصبايا بالبيت اللي عم تستخدم البيبي ليس أو الفير، عم ناخد كتير مشاكل، بتجي الغرة مقصفة تالفي على قد ما بتضل أخذي عليها الشعر، فهذا الأكبر ضرر للبنت للصبية بشكل عام. بنفس الوقت في كريمات او زيوت بتنصح باستخدامها حتى دائما يحافظوا على لمعان وعدم تقصف الشعر؟ اكيد اكيد، في كثير ماسكات حسب كل شعر شو بيتحمل شو بيحمل. الزيوت بنفصلها تماما عن الماسكات، بس في كثير شغلات للشعر في طبعا اكيد. في مثلا اذا بدنا نقول هلا نحن بصيف 2021، فبالتالي في كثير الوان وكثير تسريحات وكثير موضه صرنا نشوفها على السوشيال ميديا باحدى الخيارات، فبرايك وين رايحه موضه الشعر ب 2021؟ هلا هالصيف رايح كثير لالوان كثير كبيره، يعني هلا الصيف وبحر واشقر بس يعني مو الاشقر اللي بقى اللي صفى صفى الاشقر الهادي، هاي الالوان المطفيه، الالوان الترابيه الطبيعية، البيج، كل هدول الألوان كلها لا موضة يعني رايحين فيها. على صعيد تسريحات، تسريحات أنا قد ما كان لهلأ بعد بكون على كلامي أنه التسريحة البسيطة هي بتكون حلوة وأحلى وأجمل. مميزات عروس 2021 إذا بدنا نقول يعني استلمت عروس اليوم كرمال هيك تعملها تسريحة، شو بتفضل تعملها تسريحة كعروس من عند أنس؟ تضل العروسية تشبه حالها حتى تضل عم تشوف حالها لبعد 20 سنة و50 سنة بتلاقي حالها حلوة، تضل طبيعية شوي. في تسريحات إذا بدنا نقول أسماء معينة إنه لتسريحات بتفضل أنت بتعملها؟ لا ما في يعني تسريحات معينة، ما في، كل حدا شو بيروح له وشو بيلبق له شو بيساعد معه لوجهه تقريبا. بتواجه مشاكل أحيانا بينك يعني بين الزباين والصبايا إنه مثلا بدها لون شعرها إنه يلبق على لون بشرتها، أو إنه هذا التوفيق بين لون الشعر والبشرة، كيف بتتعامل معه بشكل عام؟ لا ما بتواجه مشاكل، بس ممكن في يكون آراء مختلفة تماما، أنت بتبدي رأيك فهي ممكن تقتنع لأنه هي بالنهاية جاي لعند حدا لتاخذ بنصيحة، أنت بتبدي رأيك وبتحكي واحد اثنين ثلاثة يعني هيك، وفي شيء بينشغل وفي شيء ما بينشغل يعني. لا ما أنا مشكل، ما أنا مشاكل لأنه هي العالم صارت خلص كلها بوعي كبير، يعني هذا لا ما بيرحلك، هذا حلو، هذا بيساعدك، هذا ما بيساعدك، صار في قناعة، خلص أنا بمشي بنصيحتك وأنت وأنا بثق فيك يعني، فهي نعمة كبيرة كتير بين الصيف.
على سيرة الوعي، يعني بتحس نحن اليوم بسوريا تحديدا صار عنا هذا الوعي باهتمام بالشعر والكريمات والزيوت، وصرنا يعني انه هذا الشيء انه نعتبره شيء اساسي من حياتنا، سواء الاهتمام بالجمال والموضة اذا بدنا نقول. شيء اكيد، شيء اكيد. هلا صار كثير في اهتمام بهذا الموضوع، الصبية صارت ما انا بحاجة بقى تشوف شو ناقصها. هلا يمكن احنا صفينا بالسوشيال ميديا، صار كله هذا مكمل للبنت، مكمل للشباب، مكمل العصر بشكل عام. يعني بتشوف اللبس، بتشوف الاهتمام من كل شيء، انت بتشوف يعني اكيد كله هذا بيوضح معك. بختام مقابلتنا لليوم، شو بتوجه نصيحة لكل امرأة عم تتابعك على موقع فوشيا؟ بحب اللي على طول تضل تهتم بحالها، لانه هي السيدة على طول حلوة، تعمل شعر حلو، تعمل ميك اب حلو، لبس حلو. بحب انه هي تهتم لحتى تبرز جمالها اكثر. اكيد. تشكرك كثير مصفف الشعر انس البوشي، كنت معنا على موقع فوشيا. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم وميرسي.